الرحمن الرحيم، السلام عليكم. معكم أخوكم رماح ودي في درس جديد إن شاء الله في دورة تصميم مواقع الإنترنت. طيب، في المقدمة وفي الدروس السابقة كان اتكلمنا عن الـ HTML وكيف نستخدم الـ HTML وطاقات الـ HTML، وأعتقد أنها كانت واضحة. طيب، في الدرس ده ولحد كم درس حنتكلم عن الـ CSS. طيب، الـ CSS هي يعني عبارة عن كاستنج ستايل شيت، بتشير الـ كاستنج ستايل شيت يعني تصميم الصفحات، يعني تصميم محتوى الصفحات. يعني شغل الـ CSS كله عبارة عن ديزاين أو تصاميم. حتوفر لي الـ CSS إنه أنا كيف أنا يعني عايز المحتوى يكون ظاهر، إذا كانت صورة، إذا كانت فيديو، إذا كانت أغنية، إذا كان نص، إذا كان اقتباس، إذا كان أي حاجة. فحنتعرف على الكلام ده. فالـ CSS بتسهل لي حاجات كثيرة جدا جدا جدا، وبيسهل لي شغل كثير جدا جدا عشان أنا أقدر أعمل تصميم رائع بتاع صفحات إنترنت. طيب، لأنه الـ HTML واحدة ما بتكفي عشان أنت تعمل تصميم ناجح للـ HTML، هتعمل تصميم بتاع موقع ناجح بتصميم. يعني إذا أنت بتبني المحتوى بتاعك بالـ HTML فهتعمل له التصميم إن شاء الله بالـ CSS. بالنسبة للبرنامج هنشتغل نفس البرنامج الـ Sublime Text اللي اشتغلناه له على الـ HTML. طيب، أبدأ مباشرة في الموضوع. أصلا عملت صفحة وحفظتها كالعادة بالملف زي ما عارفين، ويعني اتعرفنا على كم ده في دورة الـ HTML. طيب، عشان أنا أبدأ الـ CSS لازم أعرف إنه أنا عندي 3 أنواع من أنواع استخدام الـ CSS. تمام، 3 أنواع. في نوع أنت بتكتب الكود بتاعك في ملف خارجي، تمام، وفي نوع بتكتب الملف بتاع الكود بتاعك في ملف خارجي، وفي نوع بتكتب الكود بتاعك في يعني داخل الصفحة بتاعتك نفسها، وفي نوع اللي بتكتبه على السطر مباشرة. يعني هنتعرف عليهم الثلاثة إن شاء الله، يعني الاكسترنال والانترنال والانلاين، اللي هو الخارجي والداخل وعلى الخط. طيب، أول واحد، إذا أنا عايز أنشئ ملف بتاع CSS خارجي، تمام، هعمل كالعادة يعني فايل، نيو فايل، وهضغط كنترول اس، هيجيب لك بالشكل ده. فلنفترض ان عندي ملف هنا اسمه CSS، تمام. داخل المجلد ده هكتب اسم الصفحة بتاعتي، مثلا كانت ستايل دوت سي اس اس. لاحظ هنا ما دوت اتش تي ام ال، الملف الخارجي بتاع السي اس اس دوت سي اس اس. طيب، اذا انا كان مشيت، تمام، اذا انا مشيت للداونلود او الدوكيمنت، معلش، مشيت للدوكيمنت للملف بتاعي اللي انا عملته السي اس اس، هلقى الملف بتاعي ظهر معي بالشكل ده زي ما شايفين. هيكون ظاهر معي بالشكل ده، واصلا هو فاتح عندي داخل البرنامج هنا. طيب، الملف ده عن طريق الملف ده انا بقدر اكتب اي كود هنا وهيطبق لي في الصفحه دي عن طريق كود هنكتبه الان ان شاء الله اربط لك. طيب، اذا كان انا عايز اربط ملف بتاع سي اس اس خارجي، ما علي الا اجيب الاستراكشر والبنيه بتاعت ال اتش تي ام ال بتاعتي في التاج بتاع الهيد، عشان يعني ما كل مره احاول من مع الصفحه وكذا، هفتح تاج وهكتب لينك. تمام، اول ما اكتب لينك البرنامج هنا بيجيني انتر مباشره. طيب، لما تكتب لينك ظهرت لي هنا يعني خصائص. الخصائص دي منها الريل اللي هو الريليشن بتاعت العلاقه بتاعت الملف ده شنو، وعباره عن ستايل شيت يعني ورقه بتاع التصاميم. تمام، ثاني التايب، نوع الملف ده شنو. التايب من نوع الملف داخله نص تكست من النوع سي اس اس. من الحد هنا المترجم بيفهم معايا انه السطر ده هيربط لي ملف بتاع تصاميم داخله نص كود يعني من النوع سي اس اس. طيب، هنا انا هكتب المجلد بتاع الملف بتاعي قاعد وين، حطيته في مجلد نفس ملف الموقع اسمه سي اس اس. داخل المجلد كان اسمه سميته شنو يا ربي، سايت سي اس اس ستايل دوت سي اس اس. طيب، كان اسمه ستايل دوت سي اس اس. طيب، هعمل كنترول اس، يعني اذا ضغطت رايت كليك اوبن براوزر ما هيحصل اي حاجه حاليا، بس عايزه يكون جاهز. طيب، اذا كان عندي تاج هنا، تمام، لازم نعرف برضه قبل ما نعمل التاج ده انه يا اخي عشان انا اتعامل مع التاجات وكذا بتاعت الاتش تي ام ال بالسي اس اس، يعني عندي نوعين او 3 انواع انا ممكن اتعامل بها. كمان عندي نوع انا ممكن اتصل بالتاج عن طريق الاي دي، وعندنا ممكن اتصل بالتاج عن طريق الكلاس، وممكن اتصل باسم التاج مباشره، لكن ده بيطبق لي على التاجات كلها وهشرح ان شاء الله. اذا كان انت يعني مستخدم الاي دي، يعني بتدي التاج بتاعك
اي دي هنتعرف كيف بس بندي اي دي. اذا كنت عايز تستخدم اي دي فالاي دي ده بتستخدم يونيك، يعني حاجه يعني بتستخدم لخانه فريده، يعني مثلا يكون عندك الضبط ده التاجه بس. لكن اذا كان عندك مجموعه من التاجات، يعني خمسه سته تاجات او خمسه سته محتوى مع بعض عايز تعمل لهم تعديل جماعي مع بعض، كما يعني في مره واحده يكون نفس التنسيق نفس اللون نفس كذا، بدل تتعب فيهم كل مره، يعني عشان كده احنا قلنا السي اس اس بتوفر لك وكده تلعب فيهم واحد واحد، ممكن تعمل لهم كلهم اسم كلاس نيم، يعني بتعملهم بدل اي دي كلاس، يعني سمي الكلاس بتاعك وبتعدل عليهم جماعة. اما اذا استخدمت اسم التاج، يعني مثلا اذا عامل 100 تاج اتش 1 ومشيت في السي اس اس كتبت الاتش 1 وكتبت التعديل بتاعك، فاي تاج اذا من النوع اتش 1 اللي انت كتبته ده في الصفحه بتاعتك هيتطبق عليه التعديل بتاعك. طيب فلنفترض عندنا تاج اسمه باراجراف، تمام، داخل الباراجراف ده انا هديه اي دي، الاي دي ده هسميه مثلا بي بي، تمام. هنا هكتب مثلا ويلكم، هعمل كنترول اس، يعني هسه انا الصفحه بتاعتي هنا لو نفذتها هتيجي معايا الويلكم ده زي ما شايفين عاديه. طيب انا عايز اعمل ليه بالضبط، همشي هنا للستايل عندت عن طريق الاكسترنال، طبعا هاجي هنا مباشره اكتب عندي الاي دي كان شنو، الاي دي اللي انا كتبته بي بي، بس قبل الاي دي هعمل علامه الهاش، يعني بالشكل ده هعمل علامه الهاش وهاكتب اسم الاي دي بتاعي كان بي بي بالشكل ده وافتح واسم بالطريقه دي. طيب انا اي حاجه هكتبها هنا هتطبق بس عليه الحقل اللي فيه الاي دي بي بي زي ما شايفين هنا ده. يعني انا اذا كتبت هنا مثلا كلر، كتبت مثلا ريد، تمام، وكتبت مثلا فونت سايز، تمام، مثلا عملته 33 بي، تمام، 33 مثلا بيكسل بالشكل ده، هعمل كنترول اس، هاجي هنا اعمل ريفرش، لاحظ معايا هيتغير، يعني اي حاجه انت تكتبها هنا، يعني مثلا كتبت باك جراوند كلر مثلا بلاك، عملت كنترول اس وجيت هنا عملت ريفرش، اي حاجه بتكتبها هنا بتتعلق بالتاج اللي احنا شايفينه ده. فلنفترض انه انا عندي تاجات ثانيه، تمام، لكن بدل الاي دي دي عندي هنا كلاس، تمام، وهنا عندي كلاس بالشكل ده، كان عندي الكلاسين بي بي يعني مختلفات، يعني مثلا نقول انا عملتها بي 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 بالشكل ده. طيب انا هنا اتعاملت مع التاج عن طريق الهاش، هتعامل عن طريق مع الكلاس عن طريق شنو؟ يعني مثلا نفسي انا لو عملت كنترول اس ومشيت للصفحه بتاعتي عملت ريفريش هيظهر لي بالشكل ده، لانه اصلا ما فينا الاي دي اللي هو انا مخصصه هنا ده، لكن عندي هنا البي بي كلاس، يعني الاثنين انا عايز اظبطها الاثنين مع بعض. باجي هنا بعد الغوص ده بكتب بي بي بالشكل ده، تمام، بستخدم الدوت طبعا في الكلاس، بستخدم قبال الاسم بتاع الكلاس الدوت او النقطه، في الاي دي بستخدم الهاش، فهكتب هنا مثلا كلر مثلا بلو، تمام، هعمل الفونت سايز مثلا 80 بيكسل بالشكل ده، هعمل كنترول اس. لو جيت هنا عملت ريفريش لاحظ معايا الاثنين ضبطهم اتغير سوا، ليه؟ لانه يعني على الاسم الكلاس واحد، يعني اذا حتى انا عملت مثلا تاج ثاني سميته مثلا ايه الشريف واديته نفس اسم الكلاس مثلا بي 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 كتبت فيه يو مثلا كنترول اس وجيت عملت ريفريش، لاحظ حيجي معايا بنفس السيتنج بتاعه، ليه؟ لانه شايل نفسي اسم الكلاس دي بالطريقه بتاعت يعني الربط انك كيف تستخدم الاكسترنال. ونحن انا اغلب شغلنا ان شاء الله حيكون بالاكسترنال ده. طيب اذا كان عايز تكتب الكود داخل الصفحه، يعني حيحمل هنا، لاحظ حيحمل بعد يحمل هنا ده حيحمل لي الكود اللي بعده، حاجه بتحتاج وقت فيه ستايل كده بالطريقه دي، بين الستايل والستايل دي فتحه الستايل قبل الستايل، مثلا اذا كان يا اخي اللي اسمه بي بي ده ذاته، يعني نحن هسه شفنا الضبط بتاعه انه كان يا اخي بيظهر لي بالشكل ده باك جراوند حمراء وكده بالشكل ده. طيب انا عايز اغير هنا الباك جراوند كلر ده يكون مثلا وايت، هعمل كنترول اس، هينفذ لي اول هناك يبقيها بلاك زي ما هي كده، لكن لما نمشي السطر ده حيجي مع سطر بسطر، لما نحصل هنا حيتغيره تاني لوايت، يعني هنا بتنفذ بعد الكود الخارجي، لما نجي اعمل ريفرش لاحظ معاي
اختفى. ليه؟ لانه انا كتبت هنا ده يعني الداخلي، اما هنا لو جيت كتبت دي الطريقه الانترنال ودي الطريقه الاكسترنال، دي الطريقه الثالثه الانلاين. في الانلاين مثلا كتبت هنا كلر مثلا ستايل كلر بيساوي لي مثلا كان مثلا ريد، تمام؟ هعمل كنترول اس لشنو؟ للويلكم الثانيه دي. لما اجي اعمل ريفريش هيعملها زرقاء وبعدين هيجي يرجع لها حمراء، لانه انا زي ما قلت لك بنفذ سطر بسطر، هيجي هنا ينفذ الملف ده هيعملها زرقاء زي دي. لما نحصل السطر ده هيقلب لي حمراء ثانيه. المهم دي الطريقه كانت كيف انت تقدر تستخدم طريقه كتابه الكود بتاع السي اس اس اذا كان اكسترنال او انترنال او انلاين، وكل واحده بتستخدم لها خصائص ولها كذا. هي افضل طريقه الاكسترنال، لكن مرات في اكواد ما بتحتاج تتكلم في الاكسترنال وكذا، وممكن يكون في ضبط جماعي لاحداث لتاجات عديده، لكن في تاج محدد مثلا عنده ضبط برا ممكن تكتبه بالاي دي وممكن تكتبه بالانلاين. ده كل اللي بخص الدرس طريقه الاستعمال السي اس اس اذا كان اكسترنال او انترنال او انلاين او خارج او داخل او في نفس السطر. جزاكم الله خير.